بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سنكسار اليوم الثامن عشر من شهر كياك المبارك. أحسن الله انقضاؤه وعاد علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تم نقل جسد القديس تيتوس تلميذ القديس بولس الرسول من كريت إلى القسطنطينية بأمر الملك قسطنطين الكبير، الذي وجه عنايته إلى الاهتمام بالكنائس في أنحاء مملكته وتجميلها بالأيقونات وزخائر القديسين، وبالأخص كنائس القسطنطينية. فصار يجمع أجساد الرسل القديسين وما يعثر عليه من أجساد الشهداء المكرمين، ومنها جسد القديس تيتوس الذي لما سمع الملك بوجوده في جزيرة كريت أرسل بعض الكهنة فحملوه بالتكريم اللائق وأتوا به إلى القسطنطينية. فبنى له الملك كنيسة جميلة ووضع الجسد الطاهر بداخلها، وقد شرف الرب هذا القديس بظهور آيات وعجائب كثيرة من جسده، وتجد خبر نياحته تحت اليوم الثاني من الشهر الصغير بركة صلواته، فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهاد القديسين ياروكلاس وفيليمون القس، بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.